تخصصية الحين وفي آخر التطورات بما يخص مؤتمر السلام الدولي جنيف 2 حول سوريا، أعلن الائتلاف السوري المعارض تعليق مشاركته بالمؤتمر، وذلك عبر تغريدة نشرتها سهير الأتاسي على موقع تويتر. بتخيل، هي هي تماماً الغنية اللي بتوصف حالة أمريكا وفرنسا وغير من دعائم الائتلاف بعد جولات الأخذ والرد على حضور الكريم للمؤتمر. آب 2013، لن يحضر الائتلاف بسبب أحداث الغوطة. أيلول 2013، أحمد الجربة مستعد للحضور. تشرين الأول 2013، تأكيدات أنه الموقف غير محسوم بيحضروا أو لا. تشرين الثاني 2013، لن يحضر إلا بإطار زمني لرحيل الرئيس الأسد. بداية 2014، تأجيل قرار الحضور وبعد الموافقة على الحضور ومن ثم تعليق الحضور وبعد تعليق الحضور. حضروا ولا ما حضروا نفس الشيء، بس إنهم يعلقوا؟ لا، الموضوع صار بده تحليل وبشكل دقيق. شو معنى هالتعليق؟ التعليق تنظيفياً مرحلة من مراحل الغسيل، يعني قررت سهير الأتاسي تعلق الغسيل الوسخ تبع الائتلاف قدام الجيران على الحبل، بس هالمرة حبل الإعدام مو حبل الغسيل. التعليق طريقياً مرحلة من مراحل قيادة السيارة، بتكون هيك مفكر حالك مع كرانش وطالع 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 وطالع، وفجأة بتعلق وبتكر معك وبيهروا حبات الهونداية تبعك. التعليق فيسبوكياً ممكن يكون جملة مهمة، اكتشاف خطير على شي منشور على الفيسبوك ونقله لايك، وممكن مثل هالتعليق علق الدنيا ببعضها وعلق الائتلاف مع جورج صبرا وجماعته وبطلوا معلقين مع بعض وديسلايك. وأخيراً التعليق تكنولوجياً، بحب خبركم أنه قريباً الائتلاف برعاية مايكروسوفت نحو الفرمتة، وعلى الأغلب في إصدار جديد بعد ما يمرق جنيف 2 على رواء، إنه يعني ما ضل حدا ما علق على جنيف، صاير تعليقة اللي عنده واللي ما عنده تياب. ولك حتى طيارة الوفد السوري حبت تعلق بالجو شوي وتعلق بشوية مطارات قبل ما توصل بسلام عمطار مؤتمر السلام.